السلام عليكم. كله تمام يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كويس جدا. طيب احنا كنا بدأنا مع الفانكشنز وما زلنا وعايزين نستكمل. انا يعني الفانكشنز لو دخلنا كده نشوف اخر اكزامبلز احنا كنا ناقشناها او اتكلمنا عليها. تسعين حاجه كده ماشي. كنا عملنا فانكشن بتراندم وعملنا فانكشن بترد في حاله لما النرد يبقى ماتش. عملنا لعبه يعني كده بسيطه، الغرض منها ان احنا كنا نعمل تو فانكشنز يعني ونشتغل عليهم، وعرفنا ان في فانكشن ما بتاخدش هنا قيمه، وعرفنا ان في فانكشن هنا بتاخد ايه قيمه نسميها argument او parameter او parameter او parameter او inputs بتاعت الفانكشن، وعرفنا ان في فانكشن ريتيرن وفانكشن من غير ريتيرن. يعني اخذنا كده نبذه كده سريعه عن الفانكشن، مش نبذه سريعه، يعتبر هي ده الكور، ده اخذنا كل الاساس. كنا اتكلمنا ان احنا في بيلت ان فانكشنز، ودي احنا قلنا احنا بنتناولها اصلا من اول يوم احنا وشغالين بنتناولها بشكل عادي خلاص، وعرفناهم. واخذنا يوزر ديفاين فانكشن دي اللي احنا شغالين فيها مؤقتا، وبعد كده ناخد ان شاء الله نبذه على الحداثه في لامدا اكسبريشن، وشفنا الشكل السنتكس العام والدوك سترينج والكلام ده كله، واخذنا المفاهيم الاساسيه وكنا على دوك ريتيرن تايب الفانكشن اتكلمنا عنها واخذنا عنها مثال. كانت دي كانت الايه الشكل العام للفانكشن. في حاجات تانية مهمة جدا في الفانكشنز عايزين نتكلم عليها. أولا احنا أخذنا مثال هنا على one argument، ممكن ناخد مثال على أكثر من argument أو أكثر من parameter أو parameter. أنا هعمل save as وهم جاي هاخد مثال على الفكرة دي. ف أشيل كل الكلام ده، أنا مش محتاج، أنا هعمل فانكشن بسيطة الغرض منها توضيح الفكرة. إن أنا لو عندي مثلا إيه، عندي هنا سم مثلا، تمام سم، وانا عايز اعمل فانكشن اسمها سم، اسميها سم نمبرز مثلا، ومتقال هياخد ان هو 1 وياخد ان هو 2 ماشي، ياخد رقمين، الرقم الاول والرقم الثاني. طيب وانا هجمع بس ال ان هو 1 زائد زائد لان هو دو، بس مش هعمل حاجه هي بتجمع الرقمين دول بس، الفكره ان احنا ناخد اكتر من بارامتر هتكلم فيها، هاخد فيها كذا فكره مهمه نوضحها يعني. واحنا مش محتاجين الانبوت راندم ده، لكن انا في اولا بسميها صم يعني بسميها صم تمام. وتعالى في البرنامج بتاعنا نعمل برنت واقول له برنت لي صم مثلا 100 تمام؟ 100 و200 بص كنترول اس تبقى في 5 طلعت 300 تمام؟ ليه ما بنحبش نكتب اسماء فانكشنز تكون شهيره؟ لان ممكن تكون اصلا في فانكشنز بنفس الاسم موجوده في اللغه، فبنحبش نعمل كونفليكت يعني تمام؟ فيفضل ان الاسم يكون اسم بالنسبه لك مميز يعني ماشي؟ طيب عادي ناخد لو عملناها نفس الفكره بثلاث ارقام، عملت صمت كنت جاي عامل كده نعم 3، عندي واحده بتعمل تجمع رقمين وعندي واحده بتجمع ايه ثلاث ارقام. فلو عملنا هو مثلا 300 وجينا دوسنا اف 5 هتلاقي ضرب منك تمام. ليه؟ قال لي الصم في 1 ريكوايرد ارجمنت اسمه ان هو 3 ما اشتغلش مش موجود. الله، طب ما انا عامل واحده بتاخد رقمين وعامل واحده بتاخد ثلاث ايه؟ واحده بتاخد ثلاث ارقام. قال لك بس انت لما عملت ديفاين للسم وجيت عملت ديفاين للسم، الديفاين ده ريبلس الديفاين ده. الناس اللي متعوده على الاوفر لودنج هنا ليها نظام تمام؟ لكن هنا بالمنظر ده قال لك في عندي مشكله وانا جاي انفذ دي. ليه يا عمي؟ قال لي لقيت دي بتاخد ثلاثه. يا عمي في منها بتاخد اثنين؟ لا ما ينفعش. انا عندي مثلا سم نعم؟
ممكن دكتور لانه ريتيرن الفانكشن الثاني ريتيرن بس تو باراميترز العمليه منفصله تماما عن الايه عن الانبوتس. يعني انا ممكن استغل الانبوتس استغلهاش او اعمل عمليه ثانيه اقول اف ان ال هو ان مش عارف ايه بالكذا في قصه ثانيه مش قضيتي فاهمني. اللي بيحصل جوه كعمليه قصه. يعني مثلا سيل لو انا رجعت اخذت مثلا اي اكزامبل من الاكزامبلز اللي احنا كنا حليناها زمان واخذنا عليها تاسكات وعايزين نعملها بشكل اخر المره دي باستخدام الفانكشنز ان احنا عايزين نستخدم الاسلوب اللي هو اسلوب التجزئه مثلا ونعمل فانكشنز تمام. فانا مثلا اخذت اي اكزامبل بسيط وعايز مثلا ده ماشي ممكن نعمل فانكشن بتحسب الفوليوم وفانكشن بتحسب الاريا واعمل السيستم. هو ده هي الفكره انك تجزئ السيستم بتاعك. ممكن ده واحد بيعمل السم واحد بيجيب الافريج واحد بيجيب الايه بيجيب الانحراف المعياري واحده بتجيب المعامل الاختلاف مثلا. تعال ناخد ده مثلا ونقول ان ده اكزامبل مختلف تماما الغرض منه ان احنا نشتغل بالفانكشنز مش الغرض منه ان احنا يعني نعمل كده نصمم البرنامج لا نصمم البرنامج خمسه ارقام وعرض الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف مباشره هذه الكلمه احسن موضح في المعادلات المبسطه ليا وانشئ مثلا انشئ لكل معادله خلاص فانكشن تقوم بحساب بشكل منفصل. يعني كل واحده شكلها منفصل. دي الفكره ببساطه. فلو اخذنا التاسك ده على اساس ان احنا هنشتغله نشتغل فكر مختلف تماما عن ما كنا بنعمل. هنا في نظام تقسيم مختلف نظام التقسيم ده شغل اعلى وتنظيم اعلى. فانا انا جيت طبعا احنا قلنا ليه هتضرب مننا دي عشان بس الناس تبقى واخده بالها دايما بتعمل مشكله معانا. طب اوفرلودنج كيف الدكتور فيها؟ هنتكلم بقى لما نخش الاوبجكت ده ان شاء الله الفكره بتاعت مش هسه ماشي. لكن دلوقتي اخد 94 عشان بس احنا بالفانكشن مش عايزين نشغل بالنا دلوقتي اكتر من كده. فالمثال ده بيتهيألي هيبقى كويس جدا معانا في الفانكشنز. عندنا فانكشن اسمها سم اقول له ماشي ادي فانكشن اسمها سم بتاخد عندي في المثال ده كام؟ تاخد مني 3 صح؟ تاخد مني رقم 2 3 وبتجمع الثلاثة صح؟ نعم خلاص اعملها فانكشن منفصل. طب انا عايز اعمل فانكشن اسمها الافريج فاقول له خلاص ما فيش مشكلة اعمل ديف وقايل اي بي جي الفانكشن دي هتاخد الصم والكومة والكاونت لان هي اصلها كده. ما تجيش بقى تقول لي لا اصل المثال بتاعي لا انت اعمل الفانكشن بشكل منفصل تمام؟ فانكشن بشكل منفصل الصم والكاونت قلت له ماشي الصم وهي بتريتيرن الصم على الايه؟ على الكاونت وده اصل لعبه او ده اصل فكره الافريج تمام وخلصنا مش محتاجين حاجه تاني. طيب الاس اللي هو الانحراف المعياري. طيب الانحراف المعياري لو تبص كده على الحاله بتاعته تمام هتلاقي ان هو عنده عشان يقدر يستمر وعشان يقدر يشتغل محتاج من الصم ومحتاج من ايه؟ الافريج الافريج عشان يقدر يعمل الايه؟ يعمل الشغل بتاعه. طيب اقول له اوكي انا هعمل ديفينيشن هو طبعا المفروض اللي هو ستاندرد ديفيجن ستاندرد ديفيجن اللي هو انحراف المعيار. عايز تكتبه مختصر كده مختصر مش قضيتنا يعني مش قضيتي خالص يعني. طب بس انا هنا بتبعت لي الصمت بتبعت لي مين؟ ال جي خلاص. طيب الاس عندنا هنا الاس مش محتاج وممكن نقدر نستخدم اللي هي طبعا انا قلت مش قضيه فانا ببساطه هقول له ريتير اللي هي مين؟ طبعا انا ممكن اعمل كده يعني عشان ما حدش بس يستغرب انا ممكن اقول اس بتساوي صح؟ ومعامل صمت الاس اللي هو ايه ضرب اثنين صح؟ نعم على ها الاثنين ماينس الاي بي جي اس اثنين صح؟
وكده اقول له ريتيرن مين الاس اس. ممكن يكون هنا في اكثر من ايه، ممكن يكون هنا ميني ديستراكشنز او اوبريشنز، يعني اكثر من عمليه. ممكن اكتب اكثر من سطر وفي الاخر اقول له ريتيرن، زي ما شفنا مع بعض في المثال بتاع اللي عملنا واضح اللي هو كان بتاع الهبيك والدبارة، كان كود، كان كود كتير صح؟ ما فيش دي صح ودي صح، ما عنديش اي مشكله خالص. طيب ده الستاندرد ديفيشن. فاضل لنا مين؟ مين 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 مين؟ معامل الاختلاف. معامل الايه؟ معامل الاختلاف. معامل الاختلاف عشان يشتغل محتاج مننا ايه؟ محتاج مننا الستاندرد ديفيشن، محتاج مننا مين؟ افريج. لا مش بس عشان ديفينيشن، قلت له هسميه السي في عادي جدا، معامل الاختلاف coefficient مش عارف ايه division ال سي بي، قلت له دي محتاجه مننا الاس اللي هو الستاندرد. ديفيجن والايه ديفيجن، والعمليه هتتم ان ده على ده بس، فاقول له اقول له عمليه بسيطه هي الاس على الاي بي جي صح؟ عملتش الفانكشن اكنك كده لما كنا بنعمل امبورت للماث، فاكرين لما كنا بنعمل امبورت للماث كان ايه اللي بيحصل؟ كان بنلاقي كده حاجات كده فانكشنز بتاعت ماث كتير بنستخدمها. احنا دلوقتي عملنا حاجات ثانيه، عملنا فانكشن اسمها افريج ما كانتش موجوده، عملنا فانكشن اسمها ستاندرد ديفيجن، عملنا فانكشن اسمها الكوفيشنت دوت فارينس، فارينس اللي هو معامل الاختلاف، او نقدر نعمل اكتر واي فانكشن في بالنا مش مشكله عندنا خالص صح؟ طيب فبدانا نعمل زي ما هو كانوا بيعملوا، زي ما كان في حاجات بتتجمع كده ومجموعه من الفانكشنز، بدانا نعمل مجموعه من الفانكشنز عادي جدا. وده الاسلوب اللي هم ليه بقول كده؟ عشان احسسك ان انت بقيت ترقى في الاسلوب للاسلوب اللي هم ماشيين بيه صح؟ هو ده الاسلوب اللي هم بيبنوا بيه الشغل، فاحنا كده بنرقى بالشغل بالاسلوب اللي هم شغالين بيه، مش بنشتغل بالشغل اللي احنا ماشيين بيه. الاسلوب البرمجي اللي احنا كنا شغالين بيه في الاول اللي بنعلمه لكم في الاول ده تمام، ده بنسميه يعني بيبقى مستوى ادنى من الفكر البرمجي، يعني لانه بيبقى كل فكرته ان هو شغال على يعني امر ورا امر ورا امر، حتى لو كانت الامر فيها اف او فيها لوب، بس في الاخر احنا ماشيين بشكل يعني سيكوينشال شويه تمام. هنا لا، احنا بنبني كومبوننت، بنبني فانكشنز وبنبني نستخدمها وقت ما نحب. خلاص دي الفانكشنز دي موجوده، انا عايز استخدمها، عايز اعمل البرنامج ده، فانا هبدا اقول لليوزر يدخل الرقم الاول والرقم الثاني والرقم الثالث، وكل العمليات بتتم بعد كده بناء على الثلاث ايه؟ على الثلاث ارقام صح؟ فهم جاي قايل له انا عندي ال N1 هنا، طبعا انا بره الديفينيشن خالص، ودوت هيبقى فلوت، هو هاخده انبوت من اليوزر اقول له انتر، واخدت ان او 2 سكند، وادي الايه سير ماشي، ثلاث ارقام خدناهم وعايزين نحسب ونعرض، تعالى نقول نعرض كله مش نعرض الاثنين دول بس، طبعا كنا نقدر نعرض على مزاجنا يعني. فاول حاجه هقول له print sum equal واعرض بيه sum صح؟ وبنفس الاسلوب اجي على average انا الارقام السم طبعا مش هتشتغل كده صح؟ لازم اعمل لها ايه؟ بارامترز ان هو 1 ان هو 2 ان هو ايه؟ 3 ممكن كده ده اسلوب، ممكن لا اقول لا انا مش هعمل كده، انا هعمل سم، هعمل فاريبل اسمه سم يساوي سم فانكشن تحفظ وبعد كده ان هو 1 وان هو 2 ان هو ايه 3 وقت، وما اجي اعرض بالشكل ده
ان انا اقول صم بيساوي الصم، الصم بقى الفاريبل بتاع اللي انا ايه ده اشتغلت عليه صح؟ ادوس اف 5 او الانترفيس نمبر، قلت له مثلا 15 16 17، ضرب مني فين؟ الاولانيه، لان يعتبر ان الصم فاريبل، هو افتكر انت بتشتغل على الفاريبل. حصل معاكم؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. تمام، انت بتتكلم على سم، معرف سم فانكشن، وجيت عرفت فانكشن السم كبار كقيمه بترجع على طول، قيمه بترجع فاريبل، فده هو مش عارف هو هتستخدم مين فيه، هتستخدم ايه مين فيه، فدوت هيبقى ده بالنسبه لنا نيم كونفليكت. هناخد بالنا من النيم كونفليكت. تمام، طب انا عايز اعمل نفس الفكره وماله، بس ما تعملش النيم كونفليكت تقول اكس مثلا او سم نمبرز مثلا، تعال نجرب اي سم نمبرز. بص لقيت 5 انت الرقم الاولاني، 15 16 17 تمام، طلع لي ادي السم 48 والثاني برضه طلع لي سم 48 صح. واحد بقى ايه ملاحظ ومركز شويه فيقول لي لا خد بالك كده في عندي مشكله ثانيه. قلت له ايه؟ قال لي ما انت في الستاندرد ديفيجن يا باشا جيت عملت ايه؟ عرفت السم هنا از ايه؟ ارجمنت صح؟ نعم. وجيت استخدمتها في معادله وعملت لها ريتيرن، المفروض دي كمان تعمل معانا كونفليكت. المفروض دي تعمل معانا ايه؟ كونفليكت. قلت له اه تمام؟ السم هنا بقى ليها قصه تمام؟ ناخد بالنا منها كويس جدا. ليها قصه اللي بنسميها احنا ايه؟ الفانكشن سكوب. ايه فكره السكوب؟ اما بنقول في البرمجه سكوب معناها ان السم دي انا كده معلم على ايه؟ على الفانكشن كامله، على الفانكشن كامله بالكونتنت بتاعها كله صح؟ الفانكشن بالكونتنت بتاعها كله دي زي كده بلوك، زي علبه تمام؟ الفاريبل اللي جواه اسمه سم ما بيتشافش تاني غير جوه السكوب ده بس. ما تعرفش تتشاف جوه السكوب ده، يعني اديك مثال يكون توضيح. لما انا اجي كلاس معين مثلا في اللاب في جامعه مثلا، اقوم قايل والله مثلا رامي ده اشطر واحد عندي. خلاص؟ انا عملت ديفينيشن لرامي ان هو اشطر واحد عندي جوه اللاب ده صح؟ لو رحنا لاب تاني، لاب تاني ورحنا سالنا قلنا رامي ده بالنسبه لعادل ايه؟ قال لي ما حدش يعرف يجاوب. رحت لليكتشر تانيه، رحت لاي حته، لا انت مش متعرف غير جوه مين؟ جوه السكوب ده بس. السكوب ده بس كل الناس كانت موجوده بتعرف الفكره اللي اتقالت، لكن خارج السكوب ده ما حدش بيشوف، ما حدش بيعرف تمام؟ لو عرفتها في سكوب اعلى، سكوب اكبر، يبقى كل السكوب الاكبر هيشوف. عرفتها في سكوب اكبر، كل سكوب اكبر هتشوف، لكن بره السكوب ده ما يعرفش الكلام ده. يعني بالاخر ما حدش يعرف ان هنا في صم وايه اللي بيحصل جوه. لا ده بلا ده بنسميه بلاك بوكس. الفانكشن دي بلاك بوكس، اللي فيها فيها مالناش دعوه بيها. احنا بعد كده بنوفر على دماغنا ان احنا بننادي على كلمه صم، على كلمه افريج، على كلمة ستاندرد ديفيجن، على كلمة سي في. مش مهم الوقت، ما تشغلش بالك وانت شغال هنا بان هي بتحسب ازاي. بان هي بتحسب ازاي. زي ما كنا بناخد مثلا ايه؟ ناخد امر برنت. كان بيطبع، احنا مالنا بنطبع ازاي؟ ما كناش بنشغل بالنا كيفية الطباعة. كنا بناخد امر اسمه كاونت ونبعت له الليستة، كان بيعد لي الاليمنت اللي هو الليست، صح؟ ما حدش قال ازاي بيعد الاليمنت اللي جوه الليست. خلاص بقى بلاك بوكس، هو بالنسبه لي ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كذا وخلاص بستخدمه. هنا الفكره بتاعت السكوب. هنا الكونفليكت حصل ليه؟ مختلف بقى الفانكشن، اسم الفانكشن مش جوه السكوب، ده اسم الفانكشن ده عام لان كل حد بيستخدمه، ده اسم اللاب ذات نفسه. يعني لو انت في الجامعه اسم اللاب او اسم المحاضره ده اسم عام كل الجامعه بتعرفه صح ولا لا؟ مش مشكله، دي حاجه متعرفه الداخليه مش مهم، لكن متعرفه اللي بره. الاسماء دي تعتبر معرفه بره عادي جدا.
ولذلك بنقدر نستغلها ونسترعيها او ننادي عليها فبتشتغل. لكن الداخلين لا. ولذلك لما جينا بقى عملنا فاريبل اسمه صن، فده السكوب بتاعه. هو طبعا السكوب بتاعه من اول ما يتعرف وانت نازل، يعني ما ينفعش استخدم الصن فوق. لو استخدمتها فوق يبقى انا كده بعرفها في الاول، اول مره بستخدمها بعرفها. لكن ما ينفعش استخدم الهوته فوق، يعني بنمشي من فوق لتحت خلاص. ف ده بقى مجال تعريفها، فهي من كل اللي تحت دوت على نفس مستواها تقدر تشوفه. طب واحد يقول لي لو انا عملت بومه قفل، بعرفك يعني ايه سكوب دلوقتي، بتكلم عن ايه سكوب. عرفت بومه قفل وانت واخد طبعا الاندنتيشن صح، وانا عملت اكواد كتير جوه الاف ومنهم عرفت فاريبل، الفاريبل ده يتشاف بره الاف داخل السكوب بتاعه كده، داخل السكوب. طيب ولذلك الصم عملت معانا كونفليكت، لان كان عندي السكوب بتاعنا الصم موجود والسكوب بتاع الصم الفانكشن موجود. هو عمل اكنه بيعمل ايه؟ اكنه بيعمل ريديفينيشن، فاخد النتيجه بتاعت الصم حطها جوه الصم، والصم ده بقى خلاص بقى رقم، بقى بالنسبه له رقم. يعني فيما جاي هو ما بقاش فانكشن، بقى رقم. فبتيجي تستغله كفانكشن يضرب. عم اكنه عمل له ريديفينيشن، اكنه عمل له ايه؟ ريديفينيشن. تمام كده؟ واضح. دي طبعا طريقه ان انا اطبع بالاسم او ان انا اطبع بالايه؟ بالكلمه كده زي ما شفنا. طب تعالى بقى ايه؟ ينادى على ال، انا هنادي بقى بشكل مختصر افريج اي بي جي. الاي بي جي قال لي طبعا اديني الصم، قلت له الصم اهو، قال لي اديني الكاونت، قلت له الكاونت ثلاثة او العدد بتاعهم ثلاثة صح؟ طبعا لو الكاونت مش مظبوط الافريج هيطلع مش مظبوط. الستاندرد ديفيجن طبعا نكتب عليها بس صم، نكتب عليها افريج اسم. ستاندرد ديفيجن عايز مني السم وعايز مني الافرج، بعت له السم وبعت له مين؟ الافرج؟ لا مش عارف. حد يرد عليا يقول لي ليه؟ نعم دكتور، عيد سؤالك. مش عارف ابعت له كده الافرج ليه؟ لانه دكتور لانها ما في قيمه لها الان، لان هي دلوقتي حاليا هي محصل لها ديفينيشن از ا فانكشن، هي بتشوفها قيمه صح، ولذلك لك قيمه بالضبط. ولذلك انا عشان اقدر اشغلها غير عن الصم، الصم تفعل الفانكشن تبعها اشتغل. فانا ممكن اعمل مثلا اي بي جي فاليو قيمه الافريج، وانادى على الافريج وابعت له الصم وابعت له مين؟ الكاونت. فبقى عندي حاجه اسمها الاي بي جي فاليو. ولذلك لما اجي اطبع ما اناديش على الفانكشن الثاني بقى، ما اقعدش اشغل بقى البروسيسور بتاعي، ما هو حاسب قبل كده صح؟ خلوش يحسب الثاني، ابعت على ايه؟ على الافريج فاليو. ولما هنا بقى بحب ابعت مين؟ ابعت الافريج فاليو. قيمتها موجوده عندي، قيمتها موجوده ايه؟ موجودة. طيب الستاندرد ديفيجن عشان برضه هحتاجه تاني في السي في صح؟ فالافضل اعمل ايه؟ احط برضه ايه؟ اقول الستاندرد ديفيجن فاريبل تاني، واقوم ايه بنادي على الستاندرد ديفيجن بص اللي بعت لي السم والفاليو، وتقول انا السم ومواد الايه؟ الافريج فاليو اللي عايزها. وبلاش بقى الصم نوز دي، خلينا ماشيين بنفس الايه؟ انا بحب دايما الدنيا تبقى ماشيه بنظام واحد، تحس ان الدنيا تبقى اسهل في الفهم، مش مره صم نمبرز مره افريج فاليو مره، يعني سمي اسم وامشي اسلوب واحد في طريقتك عشان يبقى كودك مور ريدر. فقلت له خلاص يعني انا هبعت الصم فاليو والافريج ايه؟ الافريج فاليو. حتى دكتور البرنت الاولى سم انت بعت لي البرم او لا دي انا سايبها عشان تعرفوا ان انا ممكن نعم. انادي بالفانكشن واطبع على طول مباشره، او انادي واحط هو فاريبل واطبع. فانا بس بتاع الايه، مجرد انك يعني للعلم
خليها بس ان ده اسلوب وده اسلوب والاثنين صح تمام، لكن في الباقي مش هينفع معانا. انا لازم احفظ القيمه عشان استخدمها تاني في الفانكشن اللي بعديها، احفظ القيمه عشان استخدمها تاني في الفانكشن اللي بعديها الى اخره تمام. ستاندرد ديفيجن اقول بقى السام فاليو والافريج فاليو ده في الستاندرد ديفيجن. ايه تاني اخر حاجه اللي هو الكوفيرينس ده ماشي الكوفيشنت مش عارف كوفيشنت كوفيرينس هو هنا بقى محتاج من الستاندرد ديفيجن فنقول له الستاندرد ديفيجن فاليو صح السي دي فاليو، وبعد كده محتاج من الافريج والافريج الافريج ان جي فاليو. طبعا في الاخر انت بتبص ان البرنامج هو ده ما بتبصش على الفانكشنز. ليه؟ لان الفانكشنز بقت رصيد عندك خلاص، بقت رصيد. يعني ايه رصيد؟ يعني الفانكشن دي في اي برنامج تاني احنا محتاجين نستغلها نعرف نستغلها. يعني في اي وقت عايز تستخدم الستاندرد ديفيجن انت عملتها قبل كده فانكشن، انت بتنادي بس انت بتستدعي ايه؟ بتستدعي بس الستاندرد ديفيجن تبعت له الصم وتبعت له الافرج وهو بيحسب. في اي بقى برنامج هيجي تاني تالت رابع 20 الموضوع بقى كده فهمتوني؟ فدول بيبقى في الستوك بتاعك. كنت تعمل فانكشن بتبقى في الستوك بتاعك خلاص وشلت دماغك منها. دي بقى البرامج العاديه دي بقى. وبس هتبقى بقى لو انت بصيت هتلاقيها سهله في القراءه. قريت ثلاث ارقام الصم فاليو بنادي على الصم، الافريج فاليو بنادي على الافريج، الستاندرد ديفيجن فاليو بنادي على الستاندرد ديفيجن بتاعتنا خلاص، والسي في برضه تعالى نعملها بنفس الاسلوب. هو السي في فاليو بنادي على الفانكشن بتاعت السي في، وبعد كده طبعات. يعني الموضوع بقى ايه؟ يعني ممكن لو حد مبتدئ خالص وبص على الكود ده يقدر يفهمه باللغه الانجليزيه عنده. بص عليه كده مبقاش فيه بقى حسابات وتداخلات ولا لا لا مبقاش فيه كلام منه. انه 1 في الانبوت هات الرقم الاول وفلو بيحوله الرقم والثاني والثالث، وبعدين السم فاليو بيعمل السم من الثلاث ارقام. هو مش فاهم صم بتعمل ايه بس هو بيدوس ارقام ويعمل كلمه صم بتجمع. الافريج بقول له افريج بعت لك الصم وبعت له العدد. الستاندرد ديفيجن بقول له ستاندرد ديفيجن وبعت له الصم وبعت له الافريج عادي. السي في ببعت له الستاندرد ديفيجن وبعت له الافريج. بعد كده بطبع. اي حد ممكن يكون بسيط يقدر يفهم الكلام ده ببساطه، يعني مش محتاج مبرمج قوي. لكن الشغل ده هو اللي بدا ايه؟ بدانا نرتبه ونفصله ونظبطه. كنترول اس و5 دخل رقم الاول 16، دخل رقم الثاني 17، رقم الثاني 19. قال لي بيغطى في السطر كام؟ الافريج سم افريج ماشي سم فاليو اسمها سم فاليو احنا غيرنا اسمها سم فاليو احنا غيرنا اسمها بس ان شاء الله اسمها سم فاليو 5 16 17 18 تاني وبرضه الافرج بقى اسمها افرج ايه؟ الافرج مش استنى لا ثواني هنا بيقول لي 23 سي في فاليو بتساوي السي في ربعت لك كذا وكذا. دي مشكله ثانيه قال لك الاس على السي في ماشي هنشوف الصفر كده سي في فاليو بنادي على السي في بعت له ستاندرد ديفيجن فاليو بعت له الافريج فاليو وهو بيعمل الاس على الاي بي جي. قال لي الاس انا مش عارف سوري دكتور السكوب لا 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 ستاندرد ديفيجن اختصرناها اس ينفع؟ انا هنا سميت ستاندرد ديفيجن على وانا عاملين المعادله اس على البي على الاي بي طبعا يا اما اعمل دي اس خلاص نعم نعم يعمل ده يعمل دوت ستاندرد بي احنا بس المسميات بتاعتنا على طول فخليتها اس ماشي وقفت خمسه
شفت بقى الاخطاء بمشي عليها ازاي برضو ده حاجه مهمه. ما اهتمتش قوي بده، لا استنى ده اثنين، ايه في ايه الفايده؟ اثنين معناها ان في واحد سلم واحد، يعني ايرورين في نفس الحته، واحد غلط فتسلم، يعني ده كان بيحسب فده زاد على، طب ما ده هو البادي بتاع السي في. فبدات توصل للايرور اللي هو النيم ايرور، كلمه اس النيم بتاع اس از نوت ديفايند، فبدات تستوعب ان الاس ايه هي الاس؟ نوت ديفايند. بتقول ايه اس؟ فعرفت ان في اس كل ثانيه اسم مستخدم باسم ثاني، وبناء عليه بدات افهم القصه. فده برضه مهم انك تعرف تفهم القصه. قلت له ماشي. 17 و18 و19 قال لي كده كله تمام، الصم 54 بالطريقتين، 18 المتوسط ستاندرد ديفيجن قد كده 1134 والفاريانس 63 طلع نتيجه تمام. دي كانت فكره ان احنا نقدر نحول كل الاكزامبلز اللي احنا اخذناها فيما قبل باسلوب الايه؟ باسلوب الفانكشنز، نقسم الشغل بتاع الفانكشنز وابدا مخي يتغير كطريقه الايه؟ الفانكشنز. اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ان في حاجات في الفانكشنز الثانيه مهمه. حاجات في الفانكشنز الثانيه مهمه. هنعيد نفس البرنامج ده بس عايزين نضيف فيه شويه تحسينات كده، يعني تحسين كل تحسينه بمعلومه خاصه بموضوع الفانكشنز. كل تحسينه نعملها بمعلومه خاصه بموضوع الايه؟ موضوع الفانكشنز. بس استاذنكم يعني اوقف واسيب الفيديو وارجع لكم نكمل مع بعض ان شاء الله. ماشي؟ نعم. استاذنكم ان شاء الله خلاص، زي بس سايب الفيديو وارجع لكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام.